السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، هالشجرة المعمرة هذه من الأشجار النادرة المنقرضة من منطقة نجد عموما، تكاد تختفي في هالأشجار هذه تقريبا 6 و7 في المنطقة دي. يذكرون منطقة خريم أو بروض خريم مثلهن. شوف ما شاء الله جمال الزهرة، لها أزهار جميلة من الأشجار المحلية التي تتحمل الظروف الصعبة، الحر والبرد والعطش. شوفوا شلون يا جماعة الأزهار، لها أزهار جميلة ولها ثمار حلوة تؤكل، محببة للطيور. شوف ما شاء الله الزهرة أغصانها قوية جدا، هذه الثمار ما شاء الله تبارك الله شبيهة بالكرز، توكل محببة للطير، يأكلها الطير. هذه شجرة التنضب والبعض يسميها السوس، لها شواك بالأغصان صغيرة جدا. أغصانها قوية، لكن الرعي والحلال سبحان الله العظيم ما خلاه تنمو. يعني أشوف أنا النبت الجديد يقزمه الحلال. هذه لو صار علي حماية بإذن الله يستفاد منه. ترتفع تقريبا إلى 5 أمتار، دارية.